تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يعني معانا بعثه النادي الاهلي العايده حالا من المغرب. الف مبروك معالي الوزير، يعني بطوله غاليه، بطوله الرابعه، واعتقد على طول حضرتك بتروح شمال افريقيا تجيب البطوله اكيد. الحمد لله، مبروك ليكم ومبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه، مبروك للجهاز الفني واللاعبين. الحقيقه حاجه مشرفه جدا، اداء متميز، حقيقة سعيد جدا بيهم، شخصيات مرموقه كلهم الحقيقه اجتهدوا جدا بشكل كبير، ويستحقوا ان انتوا اللي تحتفلوا بيهم النهارده مش تحتفلوا بقى بينا. فاستاذنكم ان انتوا تسجلوا معاهم. وطبعا بشكر طبعا طارق بيه انديل وكابتن جوهر نبيل طبعا والكابتن رؤوف عبد القادر الحقيقه اللي كانوا في الاستقبال البعثه، وبشكر الكابتن محمود الخطيب على اتصالاته الدائمه الحقيقه بالبعثه، وكل اعضاء مجلس اداره بشكرهم جزيلا، والف مبروك ليهم ولكل اعضاء النادي الاهلي الكرام وجماهير الاهلي العظيم. يعني كنتوا متابعين ازاي؟ يمكن كان كل جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي بالتحديد كان مدعمكم من هنا من مصر، كان الناس كلها كانت امبارح امام يعني مواقع التواصل الاجتماعي بتتفرج على المباراه، يعني كنتوا متابعين ازاي اهتمام الجمهور هنا؟ الحمد لله، اكيد جمهور النادي الاهلي كبير وجمهور النادي الاهلي عظيم ويستحقوا الكثير الحقيقه، وهم واعدين بالبطوله الجايه، واعدين ان هم ان شاء الله باذن الله من يوم الاحد يبداوا يركزوا في الماتش الجاي ان شاء الله، والبطوله السوبر الجاي ان شاء الله، وبالتوفيق ليهم باذن واحد احد ان شاء الله.